شايفين ان احنا مستعدين للبطوله، خصوصا البطوله بدأت تدريجيا. ان شاء الله نحاول نمشي الريتم في ماتشات المجموعه، وفي نفس الوقت نحاول طبعا لازم نكسب ان شاء الله، ونحاول الناس كلها تبقى في التوب فورم بتاعتها، خصوصا ان كان في اصابات ودلوقتي الحمد لله بقت الناس ترجع تاني. ان شاء الله تبقى الدنيا احسن واحسن في الفتره الجايه يعني. اكيد طبعا احنا بالنسبه لنا موضوع مهم جدا، خصوصا بتلعب على ارضك، الناس اللي هتيجي تبقى عامل مهم جدا بالنسبه لنا، عامل قوي جدا. والناس اللي فاكره ان البطوله سهله، هي مش سهله خالص. احنا البطوله دي مؤهله للاولمبياد، يعني ما فيهاش اي نوع من انواع اللي احنا ممكن نغلط او نخسر ماتش، لا قدر الله يبقى الموضوع صعب جدا علينا. فاكيد محتاجين دعمهم وان شاء الله مستنينهم. عملنا استعداد كويس، كان عندنا معسكر بطوله وديه في الدنمارك، لعبنا فيها ثلاث فرق تقال، اعتقد استفدنا كتير وقدرنا نعرف احنا مستوانا فين بالظبط. وطبعا طموحاتنا بطوله افريقيا ما عندناش غير حاجه واحده بس في دماغنا، ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله ونتاهل لاولمبياد فرنسا. فبنتمنى الجمهور يكون موجود ومالي الصاله، وده اللي هيقدر يساعدنا ويزقنا ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. اكيد احنا بنستعد بقالنا فتره مع الجهاز الجديد من اول شهر 4 اللي فات، لعبنا كذا ماتشات، ماتش مع السعوديه، وسافرنا لعبنا الجولد ليج مع الدنمارك والنرويج وهولندا. يعني انا شايف الاستعداد كويس. رجعنا كان عندنا ماتش مع الكونغو عشان نخش في الاجواء الماتشات الافريقيه، يعني شايف ماشيين بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا. الاستعداد كله يعني داخل في مود البطوله، من ساعه ما سافرنا الدنمارك لعبنا الماتشات في الجولدن ليج الاداء كان كويس، حققنا نتائج كويسه وحصل كيمستري. احنا دلوقتي عشان عدد اللعيبه المحترفه زاد، فلما بنرجع محتاجين وقت عشان ناخد على بعض ونظبط حاجات، الموضوع مش بيبقى سهل زي الاول، بس تمام ظبطنا كل ده. ومن ساعه ما دخلنا معسكر بتاع مصر خلاص برضو قافلين على نفسنا ومركزين وعارفين البطوله كده كده مش سهله، عمره هو في الاخر ماتش هيبقى صعب جدا قدام تونس، ويعني الرياضه ما فيهاش كبير، فلازم ننزل كل ماتش حتى ماتشات المجموعه ونلعب 100% عشان ما يحصلش اي اصابات او ما يحصلش اي نتائج ملهاش لازمه يعني. عملنا استعدادات كويسه جدا وماتشات قويه جدا، وجينا هنا كملنا استعداداتنا ما خدناش راحه، لعبنا كونغو عملنا ماتش برضو كويس، بنحاول برضو نظبط شوية حاجات. البطولة طبعا على أرضنا وفي ناس عليها ضغط كبير، بس طبعا احنا نحاول الضغط دوت الحافز لينا ان شاء الله، ربنا يوفقنا ونفرح مصر كلها. المنتخب ماشي بخطة كويسة خطوة خطوة، ان احنا نيجي في الأدوار المهمة، ان احنا ان شاء الله نقدر ناخد البطولة. طبعا بطولة أفريقيا أجواءها مختلفة تماما عن أي بطولة تانية، عشان هي بطولة بيبقى الهاندبول فيها انت محتاج ان انت تبقى مركز من اول البطولة، عشان الليبل يعني بيطلع بيبقى ليبل اب يعني ماتش بماتش، فمحتاج ان انت تبقى اكتر بره الملعب اكتر من جوه الملعب، تبقى قافل على نفسك، تبقى مركز، تبقى على طول يعني اون تايم في الوقت اللي انت لازم تبقى فيه كويس. احنا بقالنا حوالي مثلا شهرين بنستعد للبطوله ديت، معسكر كان في المانيا ومعسكر الدنمارك، والحمد لله قدرنا نستفاد منه على قد ما نقدر يعني، وان شاء الله هي البطوله طبعا صعبه يعني، ومعانا منتخبات قويه وعمها مباراه منتخب تونس يعني ان شاء الله، فاحنا بنستعد بقوه يعني ان شاء الله. طبعا يعني الجماهير طبعا هيبقى لها دور كبير جدا طبعا في البطوله، يعني سامع اللي هو انت مسموح اللي هو 15,000 واحد اللي هو يحضر الماتشات، فطبعا احنا مستنيينهم طبعا ان هم ان شاء الله باذن الله يكون كلهم موجودين في الصاله يعني. ان شاء الله يعني البطوله هتبقى بتاعتنا، تبقى ثالث بطوله لينا على التوالي ان شاء الله باذن الله. هي بطوله مهمه جدا لان هي مؤهله للاولمبيكس، بس ان شاء الله يعني باذن الله مش هتخرج بره المنتخب المصري، وانا مستني الجمهور يدعمنا على طول ويفضل موجود في الصاله. هو اكيد كل المنتخبات بننزل كل ماتش عاملين حساب للفرقه اللي احنا هنلعبها، بس طبعا هو منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب الجزائر، المنتخبات دي بتبقى منتخبات قويه وليها تاريخ كبير في البطولات الافريقيه، فان شاء الله احنا واخدين ستيب باي ستيب وان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله يعني. احنا الفتره الاخيره دي مصر عامله طفره في الهاندبول، فبقى بالنسبه لنا بطوله افريقيا ديت دي المحطه اللي احنا بقى بنستعد بيها البطولات بتاعت اللي احنا نلعب الفرق الكبيره في اوروبا وكده، فاحنا بيبقى هدفنا واحد ان احنا ننزل نلعب كل ماتش جامد، بس نتكلم ان هدفنا كلنا ان احنا لازم ناخد البطوله. بس بطوله افريقيا على ارضنا وسط جماهيرنا بطوله مش سهله، بطوله قويه طبعا. استعدنا للبطوله بشكل كويس جدا، قبلها لعبنا جولدن ليج مع النرويج وهولندا والدنمارك، بطوله قويه جدا. ان شاء الله مستعدين البطوله وباذن الله نعمل نتيجه كويسه يعني. الجمهور لازم يبقى موجود، عايزين الجمهور كله يبقى مالي الصاله، وان شاء الله نكسب ونفرحهم يعني ان شاء الله.